السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشرح طريقة مشاهدة كاميرا سيرفيونس على جهاز الكمبيوتر والهاتف. على بركة الله نبدأ. الآن سندخل مباشرة على المودم، سنكتب هنا 192.168.1.1 ثم انتري. هنا سنكتب اليوزر اللي هو مينارا، ثم مينارا مود باس ام الاولى كتكون ماجيسكيل، ثم انتري. سننتظر ظهور الصفحه الرئيسيه للموديم. الان ظهرت الصفحه، سنقوم الان بالضغط على بوت ثم بارتاجي تيجي. سنقوم بالضغط على كريانج. الان سنقوم بتسمية البور الاول، ومن ثم سنقوم بتسمية البور الثاني. قبل البدء سنشاهد فيديو ما هي المعلومات التي يجب اخذها من الدي في ار. المعلومات التي يجب اخذها من الدي في ار هي البور الاول والبور الثاني والادريس اي بي. فاما ادريس اي بي الدي في ار هي 192.168.1.40. اما البور الاول الذي سنحتاجه لمشاهدة الكاميرات من الهاتف هو ميديا بور اللي هو 3 4 5 6 7، والبور الثاني الذي سنحتاجه هو اتش تي بي بور اللي هو 80، وسنحتاجه في مشاهدة الكاميرات من الجهاز الكمبيوتر. من بعد ما شفنا الفيديو الان سنقوم بفتح البور الاول اللي هو ميديا بور ونسميه دي في ار. سنضغط هنا ثم سويفه ننتظر. من بعد سنقوم بفتح البور اللي هو 3 4 5 6 7، نعمل هنا دي سي بي، نعودو 3 4 5 6 7، نعودو 3 4 5 6 7، هنا دي سي بي اوت و اجوتي. نعودو عاوتاني يو دي بي 3 4 5 6 7، يدي بينا ثم اجوتي. من بعد غادي نجيو افكت باش نافكتيو الاي بي. نتسناو بما تخرج لنا لاباج. من بعد غادي نجيو لهادي، غادي نقلبو على الدي في ار. ها هو غادي نديرو اي بي ديال الدي في ار نيت اللي هو 192.168.1.40. غنجيو هنا وغادي نديرو اجوتي، نتسناو تخرج لنا لاباج الثانية. فوالا هو فين زاد وانا فين زاد. دابا غادي نديرو كري المرة الثانية اللي هو بورت 80 اللي غادي نحلو عاوتاني. نجيو لهنا نفس العملية. تمانين نعاودو 80 تي سي بي اجوتي. نعاودو نديرو اي دي بي 80، نعاودوها اي دي بي اجوتي. نديرو افكت ديفيني اي بي ادريس اي بي دي في ار 192.168.1.40.
Bueno, ajoutez. دابا غادي نشوفو البورات واش تحلو. نمشيو لهاد الموقع اللي غادي يعطينا لي البور واش محلول ولا ما محلولش. تيست بور اوبن. اذا تيستيو الاولاني البور الاولاني ماركو لا تشيك ها هو محلول. نديرو البور الثاني الميديا 3 4 5 6 7 تشيك حتى هو محلول. اذا دابا البورات بجوج تحلو. دابا غادي نجيو ل دي ان اس ديناميك نبركو عليها وغادي نجيو نشوفو الموديم ديالنا واش فيه نو اي بي ولا لا، حيت نو اي بي غراتوي. كونفيكيراسيون في دي ان اس في نو اي بي هاهو. اذا غادي نمشيو للموقع ديال نو اي بي ونسجلو فيه. انا ديجا مسجل فيه. من بعد ما فاش نسجلو في هذا الموقع هذا كنجيو للاد هوست. اذا هاد الهوست هذا اللي غادي نصابو هو اللي غادي نحتاجو باش نشوفو الكاميرات من الهاتف. اذا غادي نجيو نختارو الاسم اللي بغينا، مثلا نكتبو الاسم اللي بغينا، مثلا الرباط 27/2015 ونجيو نختارو الدومين اللي بغينا. تاهو غادي نديرو اد. اذا هذا هو الهوست اللي صاوبنا. اذا غادي نجيو لهنا وغادي غادي نحطو المعلومات اللي تسجلنا فيها في موقع نو اي بي اللي كانت هي هادي. هنا كنديرو الباسورد ديال نو اي بي. نعاودو هنايا وهذا الهوست اللي كنا سجلنا به قبيله في نو اي بي. نضغطو على ابليكي نتسناو باش يدير الميزاجور مع الموقع. اذا هنا كتب لينا ميزاجور، اذا دار الميزاجور مع الموقع. الان سنشاهد الكاميرات من على جهاز الكمبيوتر. طريقه سهله جدا، فقط غادي ناخذ هذا وغادي نضيفو هنايا وغادي نضيفو لي دو بوان زائد بور 80 اونتخي. الان سنكتب يوزر دي في ار اي الباسورد. فوالا، هادو هما الكاميرات ديال الدي في ار. يمكن لك تشوف اي كاميرا بغيتي. لقد وصلنا الى اخر المرحله وهي مشاهده الكاميرات على الهاتف. سنختار التطبيق المناسب مع الدي في ار. انا اخترت تطبيق في ماي. اذا فلنشاهد الطريقه.